خلينا ندي المباراة دي حقها، مباراة المقصة امبارح، وتألق عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، أولهم طبعا طبعا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه، يعني محمد شريف لعيب جامد جدا، مهاجم زي ما بيقول الكتاب. اللي عجبني فيه كمان امبارح التطور الملحوظ في ضربات الرأس، كورة صدها حارس المقصة بشكل ممتاز، لعبها بدماغه شريف وهو جاب جونين بدماغه، بخلاف الجون اللي اتحسب له النهارده بشكل رسمي من خلال تقرير الحكم، الجون اللي شاطها وتردت وجت في مدافع المقصه وجت جون، فبالتالي اتحسبت له فبقى هاتريك امبارح. لكن لما تيجي تبص على الماتش كده هتلاقي ان محمد شريف جاب بالظبط كام جون امبارح؟ حوالي 5 اهداف اتحسب منهم 3.